السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هناخد قصة أبو الفوارس عنترة بن شداد. عنترة بن شداد ده كان موجود في العصر الجاهلي. عصر الجاهلي ده قبل عصر الإسلام. العصر الجاهلي ده قبل عصر صدر الإسلام بحوالي 150 سنة. عنترة أبوه ما كانش معترف بيه، كان زمان في جواهر تباع وتشترى، وممكن السيد ده ينام مع جاريته وما يعترفش بالولد الذي ينجبه، يعني ما ينسبوش ليه، يعني ما يتقال عنترة ابن مين؟ امه كانت اسمها زبيبه، عنتره بن زبيبه، ما يعرفوش مين ابوه، فكده اسمه مش معترف بيه ابوه. طيب ام عنتره اسمها زبيبه، ابوه اللي احنا هنعرفه قدام هو شداد، هيعترف بيه في اخر القصه. طيب شداد ده كان ليه واحد، كان ليه اخ اسمه مالك ابن قيراد. مالك ابن قيراد ده كان مخلف ولدين حلوين كده، بنت اسمها عبله، واد اسمه عمرو رخم شويه. تمام. شداد كان متزوج امرأة اسمها سمية، غير سمية دي خلفت بنت اسمها مروة، الاتنين دول صفر شوية. تمام؟ القصة معانا بتبدأ بفصل اسمه مغني القافلة. عنترة قلت زي ما قلت لك هو عبد، عبد عند مين؟ عند شداد، يعني شداد ده سيده. عنترة قائد القافلة، القافلة دي عبارة عن مجموعة من الناس فيها إبل وفيها نساء ورجال وهوادج فيها النساء. كانت عائدة من قبيلة هوازن، حيث كانت عبلة تحضر فرح بنت خالتها في قبيلة هوازن. هيقعدوا ويستريحوا في مكان اسمه فم الوادي، وعنتر هيأمن هذا المكان وهيضع فرش وبساطه وجلبابه إلى عبلة لكي تستريح عليه، ولكن سمية هي التي تجلس على هذا الفرش. عنتر يعد الحليب، يحلب الناقة ويعد الحليب ويبرده لكي تشربه عبلة، ولكن نرى أن بنات عبس الحمقوات يجتمعن حول عنترة ويجذب منه كوب اللبن، ولن تحصل عبلة على هذا اللبن. عنترة هو بيحب عبلة حب شديد جدا، ولكن مش عاوز الناس تلاحظ عليه ذلك، لأنه هو عبد وهي حرة، وبيحب ان كل شوية يسترق اليها النظر ويرى بسمتها. يكفي جدا ان هو يشوف بسمتها على وشها ويشوف ان هي مبتسمة وهي فرحانة. عنترة زي ما قلنا ان هو قسم القافلة، وكل واحد عمل حاجة، اللي يأمن الطريق، اللي يعد، اللي يجيب الماء للبنات، فقسمهم. هنلاقي ان البنات بتجتمع حولنا عنترة وتجذبه من ثيابه ويطلبوا منه ان هو ينشد الشعر، ولكنه يأبى الى ان تأذن له سيدته عبلة. هي البنات هتلتم على عبلة وتقول لها، يا تقولي له ينشدنا الشعر، يا اما نقطع لك شعرك ده خالص. هتقول له ان انت بتجرأ بنات عبس عليا، فيقول لها لا يضرك يا سيدتي فانهم حمقوات عبس، فهتفرح بذلك. وهيبتدي عنترة ينشد الشعر. هنلاقي ان مروة غيرانة جدا من عنترة، لان عنترة على طول بيسمع كلام عبلة وبيسمعش ولا يأتمر ليها خالص، مع ان هو عبد ابوها، يعني خادم عند ابوها. هتقول عليه في الاخر الفصل خالص ده، وهتنشد ابيات من الشعر، ان عنترة عبد عبلة، هتقوله في شعر عنترة عبد عبلة. وبكده يكون انتهى الفصل الاول. القصة ما بتجيش سؤال مباشر، القصة بتيجي ان انت يديك فكرة كنت واخدها معانا في القصة، ويقول لك وازن بينها وبين القراءة المتحررة، بين الموقف ده والموقف ده، وانت توازن. يبقى لازم تبقى فاهم قصة كويس ايه اللي كان داير في الاحداث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.